حول مادة النفط التي قد تكون قليلة جدا في قضاء العلم، ونتيجة لذلك قمنا بالتنسيق معهم للوقوف على حقيقة الأمر لعدم وجود هذه المادة. ورددنا عدة مناشدات من قضاء العلم وخارجه تؤكد عدم وجود هذه المادة، ولا يعرفون السبب، علما أنهم سلموا البطاقة النفطية للناقلين وقسم للمحطات ولم يردهم هذه المادة لحد هذه اللحظة. بعد استتباب الأمن من المحافظة بالسنين الأخيرة والحمد لله، اليوم حاجة المواطن بالدرجة الأساسية اليوم هي الخدمات. فلوحظ بالآونة الأخيرة وخصوصا فصل هذا الشتاء من هاي السنة الحالية، قلة الخدمات وقلة التجهيزات. على سبيل المثال التجهيزات النفطية اليوم يعني كثير من المواطنين حرموا من حصصهم السنوية من هذه المادة، طبعا بحاجة يعني إلى توفيرها بشكل رئيسي. كذلك موضوع الكهرباء أيضا يعني اختلف عن العام الماضي ربما يعني، لكن بحاجة إلى تجهيز أكثر وإلى خدمة أكثر. محافظ صلاح الدين بقضاء العلم صار تقريبا شهرين تأخر عندنا النفط، خدمات النفط يعني ما وصلت ولا وصلت للمواطنين، وأكو طبعا عوائل متعففة وأكو ناس فقرة وما جاي توصلهم. السبب يعني ما جاي نعرف شنو، وطبعا المصفى يشتغل وكل الأجهزة جاي تشتغل، الحصص جاي تصل مثلا المكانات وما جاي توصل، انه ما اعرف هو الغبن فقط للقضاء او غبن لكل المحافظة يعني.